ملك الفيتامينات فيتامين د، واحد من الفيتامينات المهمه جدا لصحه الجسم والشعر والعظام، وليه فوائد كثيره جدا، وفي اعراض لو ظهرت عليك تعرف ان انت عندك نقص في فيتامين د. النهارده اتكلم معاكم عن اشهر اربع اعراض لو ظهروا عليك او عليكي تعرفوا ان عندكم نقص في فيتامين د ومحتاجين تاخدوا فيتامين د فورا، سواء من خلال الاكلات اللي بتحتوي على فيتامين د او الادويه الكثيره جدا اللي موجوده في الصيدليه اللي بتحتوي على فيتامين د. واحسن مصدر لفيتامين د التعرض لاشعه الشمس، واتكلمت قبل كده عن فيتامين د في اكتر من حلقه وقلت معلومات مهمه جدا، يا ريت تسمعهم، هيزورك في الاي ديت وهتلاقيهم في الوصف تحت. طب ايه هم الاربع اعراض دولت؟ اول حاجه ضعف في العظام ووهن في العظام وخطوره كسر العظام، اقل حاجه بتسبب عندك كسر في العظام. 2 الشعور بالتعب والارهاق وضعف في العضلات بشكل كبير جدا، ده من اشهر العلامات اللي بتبين ان انت عندك نقص في فيتامين د. 3 ضعف الجهاز المناعي، فيتامين د مهم جدا من صحه المناعه والجهاز المناعي عند اي حد، عشان كده لو المناعه فيها مشكله لازم تشوف فيتامين د نسبته عامله ايه عندك في الجسم. 4 واخيرا اضطرابات في المزاج وزياده حدوث الاكتئاب وخطر الاكتئاب بسبب نقص فيتامين د. دول كده من العلامات المشهوره جدا اللي لو ظهرت عليك لازم تعمل تحليل فيتامين د وتشوف تركيز فيتامين د عندك عامل ايه. ومن الاكلات الممتازه جدا اللي بتحتوي على نسبه كبيره من فيتامين د البيض، وفي حاجات كتير جدا بتحتوي على فيتامين د اتكلمت عنها قبل كده هتلاقيها في الاي اللي فوق ديت، اكلات وادويه كتير جدا موجوده في الصيدليه بتحتوي على فيتامين د. كان معكم دكتور احمد خميس، اتمنى تكون المعلومه عجبتكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت عشان يوصل لك كل جديد، والسلام عليكم.